أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة هنشوف نموذج امتحان للتفاضل وحساب المثلثات. طبعا احنا الامتحانات على الأبواب، هنبدأ الامتحانات بتاعتنا، هنشوف نظام ورقة الامتحان، هنشوف طرق الحل. طبعا يعني يعتبر هذا النموذج مراجعة، وفي نفس الوقت ممكن الأسئلة بتاعته تبقى متوقعة في الامتحان بتاعنا. طبعا السؤال الأولاني بيبقى باختيار من متعدد، هنشوف السؤال الأولاني بيقول إيه. السؤال الأولاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت نهاية هنا س تربيع ناقص 4 ألف على س ناقص 2، عندما س تؤول إلى 2 لها وجود، لها وجود، فإن ألف بتساوي. نحط السؤال ده قدامنا ونشوف هنحله إزاي. يعني مديني هنا نهاية، هنا في البسط مديني س تربيع ناقص 4 ألف على س ناقص 2، عندما س تؤول إلى 2 لها وجود. طبعا احنا ما كنا بنيجي كنا بنجيب دالة 2، بنقول واضح انها صفر على صفر، وبنطلع مسألتنا هنا. دلوقتي افهم من كده ايه؟ يعني هفهم من كده ان هنا ضروري اما اجي اعوض تطلع صفر على صفر. يبقى اذا ضروري هنا البسط ده بيساوي صفر، يعني اقدر اقول ان هنا س تربيع ناقص 4 الف دي بتساوي صفر. طب يبقى اذا هنا س تربيع بتساوي 4 الف، وبما ان هنا س تؤول الى 2 يبقى اذا هنا هقول 4، طبعا مربع الاثنين 4، 4 بتساوي 4 الف، يبقى اذا الالف عندي بتساوي 1. هشوف الاجابه دي موجوده في الاجابات بتاعتي ولا لا. طبعا هنا مديني اجابات، قال لي اول اجابه سالب 1، طبعا لا، الاجابه الثانيه 1، وهي دي الاجابه اللي هي المفروض تطلع. طبعا ج ب2 د ب4، يبقى خلي بالك يبقى الاجابه بتاعتي ب، يبقى بقول ان اجابه السؤال ده بتاعتي ب. السؤال الثاني بيقول لي طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث ألف ب ج الذي فيه ألف شرطة قط ألف بتساوي 6 تساوي. طبعا أنا مش هبص للإجابات اللي تحت، أنا هبدأ أحل. هحل إزاي المسألة دي؟ نبص مع بعض. مديني إيه هنا المسألة؟ بيقول لي ألف شرطة قط ألف، ألف شرطة قط ألف بيساوي 6، وعايز طول نصف قطر الدائرة. طيب نيجي نفكر مع بعض، القطة مقلوب الجا، كلام جميل جدا. يبقى ممكن اشيل قطة الف واكتب جا ايه، واحد على جا الف، يبقى هنا واضح دي هقول انها الف شرطة على جا الف بيساوي 6. طب الف شرطة على جا الف بتساوي 2 ناق، ليه؟ قلت كده يا مستر احنا عندنا بما ان الف شرطة على جا الف بتساوي ب شرطة على جا ب بتساوي ج شرطة على جا ج بتساوي 2 ناق. يبقى من هنا هقول ان 2 ناق، اذا 2 ناق بتساوي 6، لان الف شرط على ج الف بتساوي هنا 2 ناق، يبقى اذا الناق بتساوي 3. طبعا هنا الاجابه المفروض 3. هنشوف الاجابات اللي مديهاني. في واحد طبعا لو غلط وكل قال لي ان الف شرط على ج الف بتساوي ناق ضاعت منه السؤال. يبقى نبص الاجابات اللي عندي، مديني 3، وفيها فعلا اول اجابه اللي هي 3، مديني 8، مديني 6، مديني 12. يبقى خلي بالي من النقطه دي، الامتحان سهل جدا، كله معتمد على انك ملم بالقوانين، فسهل انك تحل الاسئله بتاعتك. نشوف سؤال تاني من ضمن الاسئله برضو، مديني حاجه مهمه نشوفه كده، بيقول ايه السؤال؟ وده مهم ضروري يجي مع اختلاف الارقام. بيقول لي اذا كانت داله س داله معرفه بقاعدتين بتساوي 3 س تربيع زائد الف س ناقص 2 وس اكبر من 3 و2 س زائد ب وس اقل 3 لها نهايه عند س بتساوي 3. كلمه لها نهايه يعني اعرف ان داله 3 سالب بتساوي داله 3 موجب. برضو هوضحها على خط الاعداد عشان تبقى بالنسبه لك ما فيهاش مشكله. يبقى انا رسمت خط الاعداد اهو بالنسبه لي. بالنسبة لخط الأعداد الفاصل هو 3، يبقى ده اللي بتفصل 3. نركز قوي هنا، أدي التلاتة بتاعتي هنا. نيجي نبص مع بعض إيه؟ يمين التلاتة س أكبر من 3، يبقى ده يمين التلاتة، يبقى ده عبارة عن 3 س تربيع زائد أ س ناقص 2. ده اللي هو يمين التلاتة. يسار التلاتة 2 س زائد ب، يبقى باجي هنا في يسار التلاتة 2 س هنا زائد ب. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا لها نهاية، يبقى بما ان دالة السين لها نهاية عند س اما تقول لتلاتة
يبقى بستنتج اذا هنا دالة 3 سالب بتساوي دالة 3 موجب. ده الكلام بتاعي. دالة 3 سالب يعني يسار التلاتة، يعني بشيل السين واحط 3، يبقى 2 في 3 ب6 زائد ب، كويس؟ بتساوي هنا ايه؟ بتساوي كام؟ بتساوي خلي بالك هعوض دالة 3 موجب، بعوض هنا ب3، 3 في 3 تربيع، 3 في 9 ب27، وبعدين زائد 3 ألف ناقص 2. كل ده بيساوي، خلي بالك في نقطة مهمة، بيقول لي لها وجود لها نهاية وبتساوي كام؟ بتساوي 16، يعني كل الكلام ده بيساوي 16، يعني دي بتساوي دي بتساوي 16. طب كويس، نيجي بقى من هنا نتفاهم. يعني ممكن 6 زائد ب بتساوي 16، يعني اقول 6 زائد ب بتساوي 16، يبقى ده بيديني اذا ب بتساوي 10، دي أول حاجة، دي نمرة واحد. طب نيجي هنا في الثانية، إن 27 شلت منها 2 بقت 25، يبقى 25 زائد 3 ألف بتساوي 16، كويس؟ هودي ال 25 من الطرف الأيمن للطرف الأيسر بتغيير الإشارة، يبقى 16 سالب 25 بتديني سالب 9، يبقى إذا هنا 3 ألف بتساوي سالب 9. طب أنا عايز أجيب قيمة ألف، هقسم طرفي المعادلة على 3، يبقى إذا هنا ألف بتساوي سالب 3. طب هو طلب مني إيه؟ طلب مني هنا تاني نقرا السؤال، خلي بالك مهم ضروري يجي. اذا كانت دالة س معرفه بقاعدتين اهي، ان دي 3 س تربيع زائد ا س ناقص 2 وس اكبر من 3 و2 س زائد ب وس اقل من 3، لها نهايه عند س بتساوي 3 وتساوي النهايه قيمتها 16، يعني النهايه اليمنى بتساوي 16 والنهايه اليسرى بتساوي 16، فان ا زائد ب. طب ما انا جبت قيمه ا وجبت قيمه ب، ادي أ زائد ب، أ زائد ب، أ زائد ب. نخلي بالنا أ بكام؟ جبنا أ بسالب 3 وجبنا ب ب10، يبقى واضح الناتج بيساوي 7. هل السبعة موجودة ولا مش موجودة؟ طبعا نبص في الإجابات بتاعتنا منتهى الهدوء كده، لو مش موجودة يبقى أنت فيها غلط عندك في العمليات الحسابية. 4 10 سالب 13 7، فعلا الإجابة بتاعتي هي د، يبقى جبت المسألة بتاعتي د، وهنا على طول المفروض د، لو أنا بنظام ورقة البوكليت في الامتحان بسود الدايرة د بالقلم الرصاص، وبتأكد عشان إيه لو فرض إنها إن قفلتها بالقلم الجاف صعب جدا إنك تمسحها. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي في المثلث أ ب ج، إذا كانت ب شرطة بتساوي ج شرطة فإن جتا ب بتساوي. طبعا حته مثلثات بقى، نشوف هنعمل ايه في الكلام ده. هنا مديني مثلث ا ب ج، مديني المثلث ا ب ج بيقول لي ان ب شرطه بتساوي ج شرطه، كويس؟ وهنا طلب مني جتا ب، فان جتا ب بتساوي نقط. طيب خلاص انا عندي هنا قاعده جيب التمام، جيب التمام بقول ايه في القاعده؟ ضروري بحفظها. بعمل ازاي؟ بعمل ادي بكتب جتا ب الاول كده، وبعمل شرطه كسر كده، وبعدين اول حاجه ب يبقى بكتب هنا سالب ب شرطه تربيع، يبقى الضلعين اللي فاضلين مين؟ ا شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع، وبعدين على 2 جذر الاول في جذر الثاني، يبقى 2 ا شرطه ج شرطه كده، مش هغلط. هو عايز قيمة جتا ب، لكن اداني ان ب شرطة بتساوي ج شرطة، خلي بالك ب شرطة بتساوي ج شرطة، يعني شيل ب شرطة وحط ج شرطة، أو شيل ج شرطة وحط ب شرطة. هنشيل ج شرطة ونحط ب شرطة، يبقى هعمل كده، أدي أ شرطة تربيع، وبعدين زائد شلت ج شرطة هحط ب شرطة، يبقى ب شرطة تربيع ناقص ب شرطة تربيع على 2 أ شرطة، أنا بقول إيه؟ شلت ج شرطة وحطيت ب شرطة، على 2 أ شرطة ب شرطة. واحد يقول لي يا مستر دي بالموجب ودي بالسالب راحوا مع بعض، بقت المسألة بتاعتي ايه؟ عبارة عن ألف شرطة تربيع على 2 ألف شرطة ب شرطة، هقسم بسطا ومقاما على ألف شرطة، يبقى دي بتديني ألف شرطة على 2 ب شرطة. الإجابة هل دي الإجابة الموجودة ولا لأ؟ نشوف مع بعض. خلي بالك يبقى هنا عندي مديني إجابات ألف شرطة على 2 ب شرطة، أه فعلا الإجابة اللي هي الأولى ألف شرطة على 2 ب شرطة خلاص، لكن هنا ألف شرطة على جيم شرطة لا، جيم شرطة على 2 ألف شرطة لا، ألف شرطة على 2 جيم شرطة لا، يبقى إجابتي هي عبارة عن إيه؟ نمرة وألف، وسودت الدايرة بتاعت ألف بالقلم رصاص. ده السؤال الاختيار من المتعدد، بيبقى فيه ثلاث أسئلة في النهايات، والسؤال الثاني على التفاضل، والسؤال الثالث بيبقى على الرابع بيبقى بالنسبة لحساب المثلثات.
هنشوف بقى اسئله المقال ونركز قوي في اسئله المقال، لانك انت هنا ضروري هتعتمد على الحل، وكله بيعتمد على الحل، مفيش حاجه اسمها ايه هنحل دي ونسيب دي، لا هنا كله بتبقى حل كامل، مفيش اختيار الا الحل الكامل. نبص السؤال بتاعي هنا بيقول لك اوجد نهايه 16 س اس 5 ناقص 81 س على 2 س تكعيب ناقص 3 س تربيع عندما س تقول الى 3 على 2. نكتبها قدامنا ونشوف هنحلها ازاي. يبقى ادي النهايه عندي، وادي شرطه كسر، كان هنا 16 س اس 5 ناقص 81 س، وهنا 2 س تكعيب ناقص 3 س تربيع، وهنا س تقول الى 3 على 2. ممكن احلها بكذا طريقه، نشوف الطريقه الاولى كده. واحد يقول لي اول حاجه ندور على العامل المشترك، ممكن اخد هنا س عامل مشترك من البسط، وهاخد س تربيع عامل مشترك من المقام، كويس دي اول خطوه. نمشيها خطوه خطوه برضه، ادي نهايه شرطه الكسر بتاعتي، خدت س عامل مشترك من البسط بقت دي عباره عن 16 س اس 4 لان بقسم على س ناقص 81، خلاص؟ تحت هاخد س تربيع عامل مشترك بقت هنا س تربيع، وهفتح قوس بقت 2 س سالب 3، خلاص، وهنا طبعا س تقول الى 3 على 2. واحد يقول لي طب ما هنا نضرب هنا طرفي هنا الطرفين في 2 هتبقى 2 س تقول الى 3، دي طريقه حل. بعد كده بختصر، ادي س مع س تربيع اصبحت دي عباره عن نهايه، خلي بالك معايا. ادي هنا س في البره اهي الاولى، وبعدين في كسر تاني مضروبه في الكسر اهو. 16 س اس 4 محاول اكتب دي حاجه اس 4، واحد يقول لي 16 ممكن اكتبها 2 س الكل اس 4. ال 81 ممكن اكتبها 3 اس 4. المقام بقت 2 س ناقص 3، وهنا 2 س تقول الى 3. دي نهايه حصل ضرب دالتين، نهايه ادي داله وادي داله، يبقى نهايه الاولى في نهايه الثانيه، يعني ممكن اكتب نهايه السين عندما س تقول الى 3 على 2 في نهايه، خلي بالك معايا، 2 س اس 4 ناقص 3 اس 4 على 2 س ناقص 3، وهنا السين بتقول الى 3، 2 س بتقول الى 3. بالنسبة لدي هعوض تعويض مباشر، يبقى 3 على 2، يبقى الجزء الأولاني 3 على 2، نكتب الجزء الأولاني وبعدين ندور على الجزء الثاني، يبقى هنا أول حاجة هتساوي 3 على 2 في، نركز قوي مع بعض، هنا دي على صورة النظرية، لو بصيت ده هو ده هو ده، يبقى خلاص تقول الى سالب سالب 3 3 3، يبقى خلاص هنا من مدام دي اعتبرها س كبيره، الاثنين دي س كبيره، يبقى هنا اعتبر دي س كبيره، يبقى س اس 4 ناقص 3 اس 4 على 2 س ناقص 3، يبقى نون هنا طبعا نون بكام؟ ب 4، فكنا بنكتب نون على ميم، ميم هنا بواحد، يبقى بكتب دي في 4 في 3 اس 4 ناقص 1. هنا طبعا زي ما قلت كده اللي هي نون الف اس نون ناقص واحد، نون النون اللي هي 4، الف اللي هي تعتبر دي 3 اس نون ناقص 4، 4 ناقص 1. نخلي بالنا بقى بعمل ايه. طبعا هنا واحد يقول لي الله، ما 2 دي مع ال 4 فيها ال 2، هنا في 3 بره، ودي 3 اس 3، 3 اس 3، 3 اس 3 ب 27 في 3 تديني 81. دي طريقه. واحد تاني يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن كنت خدت من المساله دي اهو، هاخد من فوق 16 س عامل مشترك، اما اخد 16 س عامل مشترك بقت دي كام؟ هنا بقت هنا س اس 4 ناقص 81 على 16، نحلها برضو عشان محدش يزعل مننا، فهنا هنكتب المساله حل اخر اهو، حل اخر، ودي بكتبها كده، دي بتساوي نهايه، وقلت هاخد من فوق 16 س هنا عامل مشترك من البسط بقت دي س اس 4، وبعدين هنا سالب 81 على 16، خلاص؟ هاخد من المقام 2 س تربيع عامل مشترك، عشان نخلي معامل السين واحد، خدت 2 س تربيع عامل مشترك من المقام، قسمت هنا 2 س تكعيب على 2 س تربيع تديني س، وبعدين هنا يبقى هنا س ناقص 3 على 2، ودي كده. برضو قسمت، وهنا بقى س بتقول الى 3 على 2، هنقدر هنا دي مع دي فيها 8، في خلي بالك معايا س على س ايه تربيع،
يبقى واضح من هنا اللي هي عندي هنكتب كده. طبعا ايه التمانية هي عندي في نهاية هنا تمانية، يبقى في واحد على سين، واحد على سين اللي هي واحد على تلاتة فوق في اتنين. وبعدين في خلي بالك هنا بطبق اللي ايه اوضب دي، فهتبقى دي كام؟ تلاتة على اتنين اس اربعة، يبقى بقول في اربعة في هنا تلاتة على اتنين اس تلاتة. باجي اختصر طبعا هنا، ادي هنا 16 على 3، وبعدين بضرب هنا لان هنا 4 في 2 طبعا هنا 8 في 2 ب 16، وبعدين في 4، وبعدين دي عبارة عن 3 اللي هي في 27 على 8. باجي اعمل عملية اختصار، طبعا هنا واضح دي مع دي فيها 9، ال 8 دي فيها 2 ودي فيها 8 وهكذا، دي اللي هي عندي اللي هي بتساوي 72. يبقى خلي بالك هنا اللي فاتت كانت دي 3 على 2، يبقى هنا هضرب في ايه 4، يبقى ايه ال 2 دي مش هتبقى تحت، يبقى هنا المفروض في 4 ونكمل عادي. ايوه الو 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 الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اي اهلا بيك، مين معايا؟ بسام معاك يا ايوه بسام، اتفضل يا بسام. بسام يا بسام. ايوه حسام. بشار. بشار؟ اه بشار. ايوه بشار، اتفضل يا بشار. في مسألة أنا بقول لك لمك نهاية لمك سين تقول إلى سيف. ثانية واحدة، علي صوتك يا بشار. إيه؟ نهاية؟ نهاية لما سين تقول إلى سيف. نهاية سين تقول إلى الصفر، أيوه يا بشار. واحد على اثنين زائد سين. واحد على اثنين في المقام زائد سين. ناقص نص. ناقص نص. على سين. ناقص نص وفي مقام كل ده على سين، شايفها على الشاشة؟ اه يعني كده مكتوبة واحد على اتنين. لا لا ما ابعد عن التلفزيون وكلمني يا بشار. واحد على اتنين زائد سين خلاص كده؟ واحد على اتنين زائد سين ناقص نص على سين، يعني النص على سين هنا، احط سين تحت؟ اه سين تحت، يعني النص وكده تحتها سين كده؟ لا في شكل كامل. ايه؟ انا مش سامع صوتك يا بشار. انا دلوقتي انت المسألة اهي ناقص نص وبعديها ايه؟ على انا مش الصوت انا مش فاهم صوتك، قول لي بس على مهلك ابعد عن التلفزيون وكلمني. ايوه وبعدين فتحت قوس واحد على اتنين زائد سين. الو ايوه بشار، حاول تكلمنا مره تانية يا بشار. هنا دلوقتي السؤال الثاني برضو في النهايات، نركز قوي في النهايات. بقول ان نهايه طلب مني في النهايه اهو، نخلي بالنا مهم جدا، سين اس 19 زائد سين اس 8 ناقص 2 على سين ناقص 1 عندما سين تقول الى 1. نخلي بالنا شرطه الكسره اهي، سين اس 19 زائد سين اس 8 ناقص 2 على سين ناقص 1 عندما سين تقول الى الواحد. طبعا انا لو عوضت بواحد يبقى 1 زائد 1 ب 2 ناقص 2 0 على 0، يبقى هنا داله ايه؟ دي داله غير معرفه. ببدا اوضب مسالتي على صوره النظريه، يعني ايه؟ هقسمها، هقسم ازاي؟ يبقى هنا واضح بكتب هنا المساله بتاعتي نهايه شرطه الكسر، كتبت هنا انها سين اس 19 ناقص 1 وبعدين زائد سين اس 8 ناقص 1، كل ده على سين ناقص 1 وسين تقول الى الواحد. نخلي بالنا هنا ممكن اجزأ البسط، يبقى بعمله ازاي؟ عملت كده قوسين، يبقى دي نهايه مجموع دالتين، يبقى نهايه الاولى، نهايه الاولى اللي هي سين اس 19 ناقص 1 على سين ناقص 1 وسين تقول الى الواحد، زائد نهايه هنا سين اس 8 ناقص واحد على سين ناقص واحد وسين تقول الى الواحد. واحد هيقول لي يا مستر دي على صورة النظرية، لان ممكن اكتب الواحد اس 19، واحد اس 19 ب 19، واحد اس 8 ب 8، يبقى دي على صورة النظرية اللي هي سين اس نون ناقص الف اس نون على سين ناقص الف عندما سين تقول الى الالف بتساوي النون في الف اس نون ناقص واحد، نون في الف اس نون ناقص واحد، نون عندي هنا ب 19، يبقى بكتب هنا بتساوي 19، واحد اس في واحد اس 18. زائد هنا نون بكام؟ ب 8، يبقى ممكن اكتب دي 8 في 1 اس 7، طبعا 1 اس 18 ب 1، 1 اس 7 ب 1، يبقى دي عباره عن 19 زائد 8
و19 زائد 8 بتديني 27. طبعا كلام سهل، هو النهايات كلها سهله، لكن نشوف الفكره الثالثه في المساله اللي بعد كده، فيها فكره برضو معتمده على اللي فات. بص المساله بتقول لي ايه؟ اذا كانت نهايه شرطه كسر الجذر النوني لسين تربيع، الجذر التربيع لسين اس نون زائد 3 جذر سين ناقص 4 على سين ناقص 1، عندما سين تقول الى 1 بتساوي 4 فوجد قيمه نون. الكلام ده بيقول لي عايزين قيمه نون اذا كان الكلام ده كله بيساوي 4. نحط المساله قدامنا ونشوف هنحلها ازاي. المساله اهي نهايه، واداني شرطه كده وقال لي فوق الجذر التربيع لسين اس نون، وبعدين زائد 3 الجذر التربيع لسين، وبعدين ناقص 4 على سين ناقص 1 وسين تقول الى 1، ده الكلام ده كله بيساوي 4، طلب مني قيمه نون. طيب واحد يقول لي يا مستر برضو ما دام كده فيها هنا مختلفه نحاول نجزأ الايه البسط، نعمله ازاي؟ يعني ممكن اكتبها نهايه شرطه الكسر بتاعتي، خلي بالك دي، واحد يقول لي ممكن اكتبها سين اس نون على 2 خلاص، وهاخد من هنا 1 يبقى سالب 1، بقى في كام؟ سالب 3، يبقى زائد 3 وجذر سين ممكن اكتبها سين اس نص ناقص 3، لو جيت جمعت البسط يطلع زي ما هو، وهنا سين ناقص 1 تحت، وكل ده بيساوي 4 وسين تقول الى 1. نخلي بالنا هنا بجزأها، يعني هنا اهو عملت كده عملت كده، نيجي نبص الجزء الاولاني يبقى ممكن اكتبها كده بتساوي نهايه اهي اللي هي سين اس نون على 2 ناقص 1 على سين ناقص 1 وسين تقول الى 1. واحد التانية يقول لي الله، طب ما في 3 ممكن اخدها مشترك، طب ما اكتب ال 3 بره، زائد 3 في نهايه سين اس نص ناقص 1 على سين ناقص 1 وسين تقول الى 1، خلاص مفيش مشكلة، كل ده بيساوي 4. يا مستر دي على صورة النظرية، خلاص يبقى بطبق النظرية، يبقى هنا الجزء الأولاني، إذا خلي بالك نون على 2، هنا نون سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين ناقص ألف، عندما سين تقول الألف يبقى بقول نون ألف أس نون ناقص 1، واحد أس أي قيمة بواحد، يبقى خلاص دي إجابتها نون على 2. طب نيجي لدي، ما هو برضه دي على الصورة بس في 3 بره، يبقى زائد 3 في نص، كل ده بيساوي ايه؟ 4. واحد يقول لي طب ما نضرب طرفي المعادله في 2، اما اضرب طرفي المعادله في 2 اصبحت كده المساله بتاعتي، هضرب في 2 بقت اذا نون، ضربت في 2 زائد 3 بتساوي 8، طب انا عايز نون، يبقى اذا نون بتساوي 5. تمام، مهم جدا المساله اللي احنا شفناها دي، طبعا مسائل النهايات من الاسئله اللي محتاجه منك هدوء، حافظ قوانينك بتطبق تحل صح زي ما شفنا. نشوف بقى مسألة المثلثات، ما هو السؤال بيبقى جزء منه عبارة عن نهايات والجزء الثاني حساب مثلثات. هنا بيقول لي ألف ب ج مثلث فيه ب ج 13 وألف ب 14 وقياس زاوية ألف ب ج 30 درجة، أوجد طول ألف ج لأقرب سنتيمتر. طيب نرسم المسألة وبعدين نشوف ازاي. مديني مثلث ب ج 13، أدي ب ج 13، وبعدين مديني قياس زاوية أ ب ج 30 وادي أ ب 14، يبقى أ ب 14 سنتي و ب ج 13 سنتي خلاص، وبعدين عندي هنا قياس زاوية أ ب ج 30 درجة، دي يبقى دي 30 درجة، هو طلب مني طول أ ج. بص معايا بقى هنعمل ازاي، ده هنا اداني ضلعين والزاويه المحصوره، طب هو عايز مني الضلع ا ج يعني اللي هسميه ب شرطه خلاص. طب يبقى انا هطبق القاعده بتاعتي ان ب شرطه تربيع لو حافظينها بتساوي ا شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 ا شرطه ج شرطه جتا ب، القانون ده بتاعي لان انا عايز ب شرطه اللي هو ا ج. طيب نجيب ب شرطه تربيع، ب شرطه تربيع ا شرطه بكام؟ ا شرطه اللي هو الضلع اللي بيقابل ا 13، 13 تربيع ب 169 زائد ج شرطه تربيع اللي بيقابل ج 14، 14 تربيع ب 196 ناقص 2 ا شرطه بكام؟ ب 13 في 14
في جتا 30، جتا 30، جتا 30 بجذر 3 على 2. الاثنين مع الاثنين طبعا هنا به شرطه بتساوي الكلام ده. انا طبعا 6 و9 15، 5 معنا الواحد، 1 و9 10 و6 16 و365، وبعدين ناقص اللي هي 13 في 14 هضربها هنا بالآلة، 13 في 14 جذر 3. طبعا بعد ما اجيب ده بالآلة بجيب الجذر التربيعي، يبقى به شرطة بتساوي كام؟ يبقى به شرطة اللي هي أساسا أ ج، به شرطة اللي هي أ ج اللي هي بتساوي الجذر التربيعي للكلام ده، الجذر التربيعي للكلام ده اللي هي بتطلع عندي اللي هي 7 سنتيمتر تقريبا، 7 سنتيمتر تقريبا. طبعا ايه، انت كلكم متمكنين في الآلة عشان ما نضيعش وقتنا. يبقى شفنا المسألة بتمشي ازاي، ارسم افكر ابدأ احل. نشوف سؤال تاني. سؤال تاني بيقول لي هنا دالة س معرفة بثلاث قواعد، دالة س بتساوي 3 س ناقص 2، وسين اقل من او تساوي سالب 2، والف س زائد ب، وسين اكبر من سالب 2 واقل من 5، وسين تربيع ناقص 12، وسين اكبر من او تساوي 5. متصلة عند س بتساوي سالب 2 وس بتساوي 5، فاوجد قيمة ا وب. اي مسألة اما تيجي بالنوع ده ضروري امثلها على خط الاعداد عشان ما اغلطش. هرسم خط الاعداد مش هيكلفني وقت، لكن ممكن امشي صح. نرسم خط الاعداد ونبدا نحط الفترات بتاعتنا. رسمنا خط الاعداد اهو. اما رسمنا خط الاعداد نحط الفترات بتاعتنا، فكان هنا عندي طبعا خط الاعداد من الصغير للكبير، كان عندي هنا سالب 2، وبعدين عندي النقطة الثانية اللي هي 5. فهنا س اقل من او تساوي سالب 2، اقل من او تساوي سالب 2 يبقى يسار الدالة. طبعا هنا في يساوي كمان، يبقى هنا س اقل اللي هي 3 س سالب 2، اقل من او يساوي أ س زائد ب. أما س أكبر من سالب 2 وأقل من 5، يبقى هنا أ س زائد ب. أكبر من أو تساوي 5، يبقى س تربيع ناقص 12، س تربيع ناقص 12. خلاص قال لي متصلة. طبعا أنا خلي بالك هنا اليساوي موجودة، يبقى الدالة متصلة هنا، يعني اليساوي موجودة في الفترة دي أهي، اليساوي معايا هنا. وبعدين عندي هنا زي ما اقول اكبر من 5، يبقى اليساوي في الطرف الثاني اكبر من 5 اهي. خلي بالك متصلة عند سالب 2 و5، ما دام متصلة عند سالب 2 يبقى بما ان الدالة متصلة عند س بتساوي سالب 2، يبقى اذا دالة هنا سالب 2 سالب بتساوي دالة سالب 2 موجب بتساوي دالة سالب 2. ده نقطة مهمة جدا. نخلي بالنا دالة سالب 2 سالب بعوض هنا عن س بسالب 2. ادي سالب 2 في 3 بسالب 6 وسالب 2 بقت دي سالب 8. بتساوي دالة سالب 2 موجب، ادي دالة سالب 2 موجب اللي يمين السالب 2، هحط س بسالب 2 يبقى سالب 2 ألف، لأن س بسالب 2 يبقى سالب 2 أ زائد ب. طب دي معادلة رقم 1، نكتب دي 1 ونسيبها. ومتصلة عند 5 يبقى دالة 5 سالب بتساوي دالة 5 موجب، يبقى إذا هنا بما أن الدالة متصلة عند س بتساوي 5، يبقى إذا دالة 5 سالب يسار الخمسة بيساوي دالة 5 موجب. طيب دالة 5 سالب يبقى بعوض هنا س بخمسة، يبقى 5 أ زائد ب بيساوي دالة 5 موجب. خلي بالك 5 في 5 ب 25 ناقص 12 بتديني 13، ودي هنا اللي هي المعادلة. طب ما هنا ايه معادلتين، ادي واحدة في أ وب، هكتبهم قدامي ونشوف هنحلهم ازاي. يبقى المعادلة الأولى كانت 2 هنا طبعا اهي، سالب 2 أ زائد ب بتساوي سالب 8، بس سالب 2 أ زائد ب بتساوي سالب 8، دي معادلة رقم 1. طب المعادلة الثانية كانت عبارة عن 5 أ زائد ب بتساوي 13، ودي المعادلة رقم 2. واحد يقول لي ما نطرح، أقول له حاضر هنطرح المعادلين، يبقى بغير إشارة اللي تحت، يبقى دي سالب دي سالب ودي سالب. طبعا هنا هتبقى إيه، سالب 7 أ،
بتساوي الب هتروح مع الب موجب هتروح مع ب سالب. هنا هتديني ايه؟ سالب 21. هقسم طرفي المعادله على سالب 7، يبقى اذا الالف بتساوي 3. طب انا جبت الالف، طب وعايز الب، اعوض في واحد من واحد، الف ب 3، يبقى هنا 3 في سالب 2 بسالب 6 زائد ب بتساوي سالب 8. طب انا اجيب الب، يبقى اذا الب بتساوي، هودي السالب 6 من الطرف الايمن للايسر بتغيير الاشاره، يبقى اذا الب بسالب 2. يبقى انا جبت قيمه الف وب عندي اهم، ما فهمش مشكله، ضروري تيجي مساله مساله الاتصال، ضروري تيجي. طبعا هيغير الارقام، مش هتفرق معاك انت، خلاص شفنا طريقه الحل، برسم خط الاعداد، ببسط عمليه الحل بالنسبه لي، ببدا حل مسالتي زي ما شفت. نشوف سؤال المثلثات، هو طبعا كده بيبقى سؤال في الايه، في التفاضل، وسؤال الجزء الثاني مثلثات. السؤال المثلثات عندي بيقول ايه؟ بيقول لي ا ب ج مثلث مساحته 450 سنتيمتر مربع، وقياس زاويه ب 82، وقياس ج 56، اوجد قيمه ا شرط. عايزين قيمه ا شرط، يعني ايه؟ مديني قياس ب بتساوي 82 درجه، ومديني قياس ج بيساوي 56 درجة، كويس؟ ومديني هنا مساحة المثلث، مساحة المثلث أ ب ج بتساوي 450 سنتي متر مربع، كلام جميل. واحد يقول لي مديني زاويتين في المثلث، يبقى ممكن أجيب الزاوية الثالثة، خلي بالك هو طالب مني أ شرط. يبقى قياس زاوية أ، قياس زاوية أ بتساوي 180 درجة ناقص مجموع الاتنين دول، ناقص هنجمع 2 و6 8 و8 و5 13، كويس؟ هطرح 8 من 10 2، 3 من 7 4، يبقى هنا واضح ايه؟ والواحد من 1 0 42 درجة، يبقى جبنا قياس أ. هو عايز مني أ شرطة. طيب أنا عارف إيه يا جماعة؟ أنا عارف إن أ شرطة على جا أ بيساوي ب شرطة على ج ب بيساوي ج شرطة على ج ج. طيب عايزين ا شرطة، وعايز هنا مساحة المثلث 450. طب مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث ا ب ج بتساوي نص حاصل ضرب اي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم، يعني ممكن اقول نص ا شرطة ب شرطة ج ج، يعني بتساوي نص ا شرطة ب شرطة ج ج. هو عايز أ شرطة، يبقى عايز أتخلص من ب شرطة ج ج. طب أتخلص من ب شرطة ج ج، يبقى باخد العبارة الأولى والتالتة مع بعض، نحطهم ونشوف هنعملها إزاي. عندي أ شرطة على ج أ بتساوي ج شرطة على ج ج، كويس؟ هو عايز يشيل مين؟ هو عايز هنا طبعًا إيه؟ وعندي هنا ب شرطة على ج ب، خلاص؟ فنيجي نبص مع بعض هنا هنعمل ايه. هنشيل بقى هنا، نبدا نعوض عن قياسات الزوايا، يعني ا شرطه على ج ا جبناها 42، هنكتب ج 42 بتساوي ج شرطه ما اعرفهاش على ج كام، ج ج 56 على ج 56 بتساوي هنا ب شرطه على ج زاويه ب 82. طيب هنا نقدر نقول ان هنا نقدر نشيل كده، خلي بالك معايا، يبقى بقدر اقول ان ج شرطه في ج 82 بتساوي ب شرطه في ج 56. نرجع لمسالتنا، هشيل ب شرطه ج ج، يبقى هنا نص ا شرطه، هنا هكتب بدل مساحه المثلث، مساحه المثلث كانت 450، 450 بتساوي نص ألف شرطة ماليش دعوة بيها. هنشيل ب شرطة، ب شرطة جا جيم، أدي هنا ب شرطة في جا جيم اللي هي ممكن اللي هي جا 56 أهي، بتساوي إيه؟ بتساوي ب شرطة، هشيل دي وأحط بدلها جيم شرطة في جا 82. طيب نشيل بقى هنا جيم شرطة بدلالة ألف شرطة، يبقى خلي بالك هتبقى هنا 450 بتساوي نص أ شرطة، ج شرطة هنا في ج 42 بتساوي أ شرطة، يبقى ممكن أشيل ج شرطة وأحط بدلها إيه؟ خلي بالك أ شرطة في ج 56 على ج 42. كل ده مضروب في ج 82.
كل ده هستخدم فيه الايه؟ طبعا اهي ظهرت الف شرطه تربيع. طب نبص بعد كده، هضرب طرفين في وسطين، يعني هقول دي كده هنا 450 في 2 ب 900، 900 بتساوي الف شرطه تربيع في جا 56 في جا 82 على جا 42. انا عايز الف شرطه، يبقى الف شرطه تربيع بتساوي 900 في جا 42 على جا 56 في جا 82. طبعا بجيب دي بالاله خلاص، لان كل ده البيانات، بكتب 900 ساين 42 على افتح قوس ساين 56 في ساين 82، وبعدين بكتب يساوي، هتديني الف شرطه تربيع. بجيب الجذر التربيعي لالف شرطه تربيع، يبقى الف شرطه بتساوي الجذر التربيعي تقريبا بتساوي 27 سنتيمتر. ودي طبعا قيمة ألف شرطة لمت الأفكار كلها في مسألة واحدة اللي هي المسألة اللي فاتت. نشوف برضو السؤال الرابع بيقول إيه. السؤال الرابع برضو هنا عندي بيقول لي الآتي، أوجد نهاية س ز 2 س على س تربيع زائد ج تربيع 3 س عندما س تؤول إلى الصفر. طبعا هنا قبل ما احل السؤال فبعرف حاجة مهمة جدا، ان نهاية جا س على س عندما س تؤول الى الصفر بتساوي نهاية ظا س على س عندما س تؤول الى الصفر، كل ده بيساوي واحد. كويس، النقطة دي مهمة جدا. نكتب سؤالنا بقى، كان مديني نهاية شرط الكسر، مديني س في ظا 2 س على س تربيع زائد جا تربيع 3 س وس تؤول الى الصفر. يعني بوفر، لو في جا في البسط كنت اخليها جا س على س، لو في ظا في البسط اخليها ظا س على س، لكن هنا في فوق وتحت س س، وهنا ممكن اقسم بسطا وقاما على س تربيع، بقسم البسط والمقام على س تربيع. اما اقسم بسطا وقاما على س تربيع يبقى بكتب دي بتساوي نهايه شرطه الكسر، بقت خلي بالك ظا 2 س على س في البسط، في المقام بقسم على س تربيع، س تربيع على س تربيع بواحد، زائد خلي بالك جا تربيع 3 س على س تربيع. كده انا وضبت مسالتي، يبقى س تؤول الى الصفر. هنيجي نوزع النهايه، نهايه خارج القسمه، نهايه الاولى على نهايه الثانيه، فهتبقى هنا في البسط كده نهايه، ادي شرطه الكسر، البسط اصبح نهايه ظا 2 س على س وس تؤول الى الصفر. نهايه الثابت بالثابت، خلي بالك في واحد تحت اهو، كتبت الواحد تحت، زائد هنا جا تربيع، هنا جا تربيع، ما دام فيها تربيع اروح اعمل كده قوس الكل تربيع، وكتبت جوه نهايه، هكتب جا 3 س على س وس تؤول الى الصفر. كده مسالتي خلصت. نيجي مع بعض هنا على طول بتديني 2، ليه؟ لان واحد يقول لي ممكن اكتب هنا 2 س وهنا 2، يبقى هضرب بره في 2، يبقى البسط اداني الاجابه 2. نيجي للمقام، الواحد ماليش دعوه بيه، خلي بالك ده قوس تربيع. نهايه جا 3 س على س عندما س تؤول الى صفر ب 3، يبقى زائد 3 تربيع. يبقى 2 على 1 زائد 9. يعني 2 على 10 اللي هي بتساوي 2 من 10. هذا برضه سؤال من الاسئله المهمه، ضروري يجي فكرته، لكن بيغير الارقام، بدل ممكن ظا يقول لك ايه عباره عن جا، ممكن بعد كده بدل ما البسط فيه جا والمقام فيه جتا، يبقى براعي نقطه التحويل دي بسيطه بالنسبه لك. نشوف سؤال تاني. سؤال تاني مهم جدا جدا اهو، بيقول لي ايه؟ نهاية، ضروري يجيب الملا نهاية، نهاية 4 ناقص 3 س تربيع على الجذر التربيعي لس أس 6 زائد 9 وس تؤول إلى الملا نهاية. يبقى هنا برضو بمشي مسألتي عادي، نهاية شرطة كسر في البسط 4 ناقص 3 س تربيع في المقام الجذر التربيعي لس أس 6 زائد 9 وس تؤول إلى الملا نهاية. اتفقنا في حاله الملانهايه بقسم بسطا ومقاما على اكبر قوى لس، بقسم بسطا ومقاما على اكبر قوى لس. طب اكبر قوى لس في البسط هي س تربيع. طيب هنا نبص في المقام، هنا اما اجيب الجذر التربيع اللي هو عندي
لسين كده دي واضح انها هتطلع بره ايه دي سين تكعيب، هقسم بسطا ومقاما على ايه سين تكعيب. طبعا هنا اما اخش سين تكعيب تحت الجذر هتخش بكام؟ هتخش بسين اس 6. خلي بالك هنقسم بقسمه البسط والمقام على سين تكعيب. نخلي بالنا بقت دي نهايه كده اه شرطه الكسر، قسمت بقت دي 4 على سين تكعيب، قسمت دي على سين تكعيب ادتني سالب 3. نيجي في المقام الجذر التربيعي، يبقى هتخش جوه تحت الجذر اهو اهي ماشيه كده، وهنا سين تقول الى ما لا نهايه. اما دخل السين تكعيب تحت الجذر هتبقى ايه؟ سين اس ايه؟ 6. يبقى هنا سين اس 6 على سين اس 6 بواحد زائد اللي هو 9 على اللي هي السين تكعيب اس 6. اي قيمه على ما لا نهايه بصفر، يبقى دي بصفر ودي بصفر، دي فوق سالب 3، والجذر التربيعي لسالب 1 اللي جذر التربيعي لواحد بكام؟ بواحد، لان جذر موجب، يبقى الاجابه بتاعتي بتطلع سالب 3. برضو مساله مهمه ضروري يجيب نهايه عند ما لا نهايه، وشفنا ازاي. نشوف سؤال تاني برضو مهم وفي فكره تانيه، طبعا ايه اللي هو في النهايات برضو. بيقول لي هنا ايه؟ اذا كانت نهايه س تربيع زائد 1 على س زائد 1 ناقص أ س ناقص ب عندما س تقول إلى الملانهاية بتساوي 2. آه هنا نعمل إيه دي؟ ما أنت قلت في الملانهاية بقسم بسطا ومقاما على أكبر قوة لس. فخلي بالك هفك الأقواس، هوحد المقامات الأول. يبقى نبص مع بعض مسألتي أهي، أدي النهاية وبعدين عملنا كده إنها س تربيع زائد 1 على س زائد 1 ناقص أ س، ممكن آخد الناقص مشترك وافتح قوس أ س زائد ب، وبعدين كل ده عندما س تقول إلى ما نهاية بتساوي 2. نوحد المقامات، عملية بسيطة جدا، أدي النهاية شرطة الكسر، بقى المقام كله عبارة عن س زائد 1، وهنا س تقول إلى ما لا نهاية. هنا دي زي ما هي س زائد 1 على س زائد 1 بواحد في س تربيع زائد 1 بس تربيع زائد 1 ناقص، خلي بالك أ س زائد ب، مقام ده واحد، بقسم هنا س زائد 1 على 1 بتديني س زائد 1، يبقى اضربها في البسط في س زائد 1، كل ده بيساوي 2. نفك الأقواس فوق، يبقى نهاية شرطة الكسر، أدي س تربيع، خلي بالك هنا أما أفك دي أ س سالب، أدي أ س في س بأ س تربيع وفي سالب بره، أما أخد الس تربيع مشترك بقت واحد ناقص، خلي بالك دي سالب أ س تربيع، يبقى سالب واحد، يبقى واحد ناقص أ أهي. نيجي بعد كده حاصل ضرب الوسطين ب س وكمان زائد أ س، يبقى هكتب كده لكن في ناقص بره، بقول أ زائد ب في س، وبعدين في زائد واحد أهو، وبعدين في إيه تاني؟ سالب ب، كل ده على س زائد واحد. تاني النقطة دي مهمة جدا، كل ده بيساوي 2. دلوقتي عملت هنا فكيت الأقواس، بقت سالب أ س تربيع، خدت س تربيع مشترك بقت واحد ناقص أ، لكن هنا أما جيت فكيت هنا أ س في واحد بأ س ب س، يبقى خدت الس مشترك بقت أ زائد ب وفي ناقص بره أهي، وبعد كده الحد المطلق هنا واحد، والحد المطلق ب في واحد ب ب وسالب ماشي. لكن هو قال لي ايه؟ ما دام ليها نهايه عند ما لا نهايه يبقى درجه البسط هي درجه المقام، ما دام ليها نهايه واضح قيمه النهايه طلعت باتنين، يبقى اذا درجه البسط هي درجه المقام. طب درجه المقام واحد ودرجه البسط 2، يبقى معامل البسط بيساوي صفر، يعني ايه معناها كده؟ يعني اقول ان واحد ناقص أ بتساوي صفر، يبقى اذا أ بتساوي واحد. دي اول فكره. طب الجزء الثاني هنا اما بقسم بعد كده خلاص ده بصفر، ان معامل البسط هنا بقسم بسطا ومقاما على س بقت سالب أ زائد ب على واحد اللي هي عندي بتساوي اللي هو 2، يبقى الكلام ده اهو. وبعدين أول خطوة قلنا إن أ بتساوي واحد، دي أول خطوة. تاني خطوة بيقول لي إيه؟ إن سالب أ زائد ب على واحد بتساوي 2، كلام جميل. طب ما نحط الألف بواحد، يبقى هنا اذا سالب خدنا هنا بواحد، يبقى واحد هنا سالب والقوس بره اهو زائد ب، كل ده بيساوي 2.
الناقص دي ممكن اقول هنا سالب ب، او اضرب طرفي المعادله في ناقص، يبقى 1 زائد ب بتساوي سالب 2، يبقى اذا الب بتساوي سالب 3. طب جبنا الالف بواحد وجبنا الب بتساوي سالب 3. مساله مهمه نشوف مع بعض تاني المساله. قال لي ايه هنا؟ بيقول لي اذا كانت نهايه س تربيع زائد 1 على س زائد 1 ناقص أ س ناقص ب، عندما س تقول النهاية بتساوي 2، فوجد قيمة أ و ب. جبنا قيمة أ و ب زي ما شفنا مع بعض. السؤال المثلثات بقى عندي، سؤال المثلثات بيقول لي أ ب ج د شكل رباعي، فيه أ ب 3، أ ج 8، ب ج 7، ج د 5، ب د 8، اثبت إن الشكل رباعي دائري. نشوف نرسمها وبعدين نفكر. برسم شكل رباعي. واحد يقول لي نحاول نخليه على الشكل الرباعي الدائري، ماشي مش ما فيهاش مشكله. ادي الشكل بتاعه اهو، ومديني هنا الالف ب ج مثلا اهو الشكل، ادي الشكل الرباعي بتاعي. نبص عليه كده، مديني هنا الف ب 3 سنتي، الف ب بيساوي 3 سنتي، مديني الف ج بيساوي 8 سنتي خلاص، وبعدين مديني ب ج 7 سنتي، وبعدين مديني ايه ج د ج د، ادي ج د مدهوني 5 سنتي، وبعدين مديني ب د اللي هو عباره عن 8 سنتي. هنا بقى عشان اثبت ان الشكل رباعي دائري، يبقى اثبت ان في زاويتين مرسومتين على قاعده واحده وفي جهه واحده منها واحده متساويتين في القياس. طب ما انا عندي اطوال اضلاع المثلث الثلاثه، يبقى بطبق هنا قاعده الجتا. هجيب جتا ا، لما اجيب جتا ا اهي، جتا ا بتساوي ايه يا مستر؟ جتا ا بتساوي، خلي بالك، جتا ا بتساوي اللي هي ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. يبقى جتا ا بتساوي، خلي بالك، ب شرطه اللي هي بيقابل الب ب 8، 8 تربيع بكام؟ ب 64، زائد ج شرطه اللي بتقابل الجيم اللي هي 3، 3 تربيع بكام؟ ب 9، ناقص ا شرطه اللي هي بتقابل الالف، الف اهو، يبقى ناقص 49. كل ده على 2، جذر الاولاني 8، جذر الثاني 3. طب نخلص من دي، ادي 9 ناقص 49 بسالب 40، سالب 40 من 24، من 64 تديني 24 فوق، على 2 في 8 ب 16 في 3 ب 48، يبقى واضح ان دي بتديني نص. يبقى ممكن اقول قياس زاويه ا بتساوي كام؟ قياس زاويه ا بتساوي 60 درجه. هنجيب قياس زاويه د، نفس الطريقه، هقول جتا د بتساوي، خلي بالك معايا، جتا د اول حاجه بكتب جتا د، كتبت شرطه كسر في جتا د، بكتب اول حاجه ناقص د شرطه تربيع. طب مين الضلعين التاليين في المثلث ج ب د؟ ب وجيم، يبقى هنا ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه بس. طب نمشي مع بعض، جتا د بتساوي شرطه الكسر، الضلع اللي بيقابل ب شرطه، ب مين؟ ب شرطه، يبقى اللي هو 5 سنتي، يبقى بقول 25 زائد ج شرطه، مين اللي بيقابل ج شرطه؟ 8 في المثلث اهو ده، يبقى 64، يبقى 64 ناقص د شرطه، مين اللي بيقابل د؟ الضلع 7، يبقى مربع السبعه كام؟ 49. كل ده على 2، جذر الاول 5، جذر الثاني 8، كويس. يبقى جتا د نخلي بالنا بتساوي هنا، دي اجمع كده 89 ناقص 49 على هنا 2 في 5 ب 10 على 80، 9 من 9 0، يبقى هنا 40 على 80 اللي هي بتساوي نص. يبقى قياس زاوية د بتساوي كام؟ 60 درجة. ايه اللي لاحظته هنا؟ ان قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية د بتساوي 60 درجة، قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية د بتساوي 60 درجة، وهما زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفي جهة منها واحدة. يبقى إذا الشكل أ ب ج د رباعي دائري، مهم جدا كده، يا كده يا إما أثبت إن في زاويتين متقابلتين في الشكل متكاملتين، يعني لو واحدة طلعت سدس التانية تطلع سالب سدس، يبقى بقول برضو الشكل الرباعي دائري. أعزائي الطلبة، إحنا شفنا نموذج لامتحان التفاضل، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.